اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده فقره تدريبيه تعليميه لكل الامهات الصغيرين اللي لسه مبتدئين مطبخ، مع ان انتوا شطار واشطر مني، ولكن في هوات مطبخ، في بتحب تخش المطبخ تعملي حاجه جديده، طلعنا بره اكلنا حاجه حلوه عايزين نعملها في البيت وهكذا. النهارده في نوع بطاطس مشهور جدا في بعض المطاعم، البطاطس المقليه مع الشيدر صوص والهاليبو صوص. تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي. الشيدر واخدين فكره عنه ان هو اللون الاصفر، تقدري تتحكمي في اللون. هنشوف الكلام ده مع بعض ونعمل بطاطس مقليه على طريقتي، لان في مشكله لغايه دلوقتي بتواجهنا ان البطاطس تتحمر من بره او تسود وتبقى جوه لسه نيه، وما بتعجبش الاولاد بنشتريها من بره، مع ان بتاعت بره دي بطاطس مجمده باسماء مختلفه، فخليكي تعمليها طازه. حلو الكلام. معانا كمان جوانح الدجاج. جوانح الفراخ دي انا شخصيا بحبها من زمان، هنعملها النهارده مع بعض مع صوص الليمون. هي مشهوره ببعض المطابخ الامريكيه والمطابخ الغربيه مع الباربيكيو صوص، وبعض المطاعم بتقدمها مع الباربيكيو صوص، انما نعملها بالليمون صوص. هو ده الجديد النهارده، وفي اسرار كتيره لصوص الليمون لمطابخ كتيره. نشوف الشيف المغازي هيقدمه النهارده ازاي بطريقه بسيطه وسهله. معانا لحمه مفرومه، نعملها ايه؟ نعملها برجر. البرجر مدارس مختلفه وشركات كتيرة بتتنافس على إنتاجه وتصنيعه. الشيف المغازي النهاردة يحط نقط على الحروف ويعمله بطريقة سهلة. تقدر تقدميه مع بيض، مع شرايح جبنة، تبقى لطيفة وجميلة. تقدر تقدميه مع المشروم، أنا هقدمه النهاردة مع المشروم، وصوص المشروم اللي واخد اللون الكهرمانة بيبقى لطيف وحلو على البرجر. حلقتي فيها تفاصيل كتيرة ومعلومة غير معلومة، وفقرة تدريبية يعني فيها شوية شرح نظري وشرح عملي، فعشان كده النهاردة نتابع الحلقة بكل حرص عشان مبتدئين مطبخ، هوات مطبخ. حلقة لطيفة جميلة مع بداية أسبوع سعادة وهنا يا رب على كل اللي بيشوفونا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. هنعمل جوانح الفراخ. مقادير جوانح الفراخ بصوص الليمون. المقادير على الشاشة، المقادير على الشاشة. جوانح فراخ، حلو، معانا عصير ليمون، معانا زبدة، حلو الكلام، ومعلقتين من النشا، وملح وفلفل، حلو الكلام. عيني حاضر، عايز الهلامينو اهو. ده سبايسي، خلي بالك قوي. هو في المطعم بيحط لك عليها 3-4 شرايح كده خضر، اللي عايزها بالشكل ده ياكلها اهو. سبايسي شويه، خلي بالك كتير الاولاد، ده حار. حتى انا اغسل ايدي بعد ما اقطع ده كده علشان لو ايدي جت جنب بقي ولا عينيا ما صوتش. الجو ده زي الفل. تمام كده قدمنا نوع بطاطس، وتقدري تتجودي وتعملي احسن مني. زي الفل. انا حطيت روزماري ونعناع، تحطي بقدونس حبه، ده ماشي، اهلا وسهلا، مفيش مشكله. تخلونا نخش على جوانح الفراخ، نشوف هنعملها مع بعض ازاي واحنا شغالين مع بعض كده. سكينه صغيره وتبتدي تقطعي الجوانح دي بالشكل ده كده، عند المفصل ده كده، ونيجي هنا كده. السكينه عارفه مكانها. زي الفل. ونفس القصه اهو. طبعا احنا بنشتري فراخ، ممكن الجوانح دي تشيلها في قلب الفريزر، في يوم كده تلاقي المصروف قل هتطلعيها تعمليها بالشكل ده كده. او بتشتري كيلو جوانح فراخ من اي فرارجي او سوبر ماركت بيبيع في الحاجات ديت موجوده، بس احنا يعني في الريف المصري والصعيد المصري بندبح الفراخ. شيل الجوانح دي واعملها اكله كده في يوم، هتعجب ولادك صدقيني بجد. بالشكل ده كده. في تاني؟ تسلم ايدك يا مشاهد، مقطع لي الباقي كله. حلو قوي. هناخد الجوانح دي يا عم الشيف زي ما هي كده، زي ما هي، ونيجي على زيت شديد الحراره. شفت انا اشتغلت ازاي؟ ترتيب بعد اذن حضراتكم يعني. حمرت البطاطس الاول. ليه حمرت البطاطس؟ ما ينفعش ان انا ابدا دي الاول وبعدين انزل البطاطس في الزيت، ده الوارد. هحمر هنا دلوقتي ليه الفراخ؟ كده البطاطس تطلع معايا نظيفه، خلي بالك. هننزل بالجوانح دي في قلب الزيت. والزيت ما يكونش شديد. ليه يا شيف؟ علشان تستوي في قلب الزيت. واسيبها تتحمر على ما اجهز صوص الليمون. واحده واحده. صوص الليمون هنعمله ازاي؟
دي مدارس. البعض بيعملوا بقصنص الليمون، البعض يعملوا بشرة الليمون، البعض يعملوا بملح الليمون واقلب. لا لا لا، انا عايزك تعمليه النهارده صح على طريقتي، هتعجبك قوي على فكره. جوانح في قلب الزيت سيبيها تتحمر وانسيها شويه، يعني انسي شويه دي لسه قدامها وقت، ما تستعجليش عليها، بس اهم حاجه الزيت يكون حار. سوري انا اسف، الزيت يكون بارد ما يكونش شديد الحراره عشان ما تتحمرش وبعدين تلاقيها نيه من جوه. نمسح كده الروقان ونروق الدنيا عشان الصوره تطلع حلوه، نوسع للدنيا كده. تعالوا نعمل مع بعض صوص الليمون واحنا شغالين مع بعض. طاسه على النار اهي، حلو قوي، ومعانا حاجتين، ليمون مستردة وشرايح من الليمون وقرن فلفل حار شويه، نعمين زي الفل. تمام، ادي استاذ الليمون. ركزوا انا شغال ازاي عشان الموضوع ده مهم جدا. بعمل ايه دلوقتي؟ حطيت طاسه على النار، حطيت فيها ميه وحطيت فيها عود روزماري وقرن فلفل حار قطعته يبان قدام عينيا عشان الحاجات دي هشيلها بعدين. خلي بالك انا عايز اعمل اصنص صوص الليمون كده على ذوقي بمزاج. الليمون فيتامين سي، بس نتعامل معاه ازاي واحنا شغالين اهو. ركزي ايه اللي بيحصل هنا يا عم الشيف. الميه بتاخد الفليفر بتاع الروزماري وبتبقى شويه سبايسي، صوص الليمون هيبقى شويه سبايسي لان انا غليت القرن الفلفل في قلب الميه بالشكل ده كده، واسيبهم على النار واحط شويه ملح صغيرين وشويه فلفل اسود. حلو، بجهزهم يعني زي الفل. تمام، فلفل اسود وشويه ليمون وشويه ملح، سوري ما احطش الليمون خالص دلوقتي. الليمون مش هيتحط على النار يغلي، لان الطبيعي ان الليمون لما نحطه على النار يغلي بنفقد فيتامين سي اللي موجود فيه. العلم والابحاث العلميه بتقول كده، عصير الليمون ما يغليش على النار كتير، ده بيتحط على طبق الشوربه واحنا قاعدين على الطبليه واحنا قاعدين على السفره واحنا قاعدين على متجمعين كلنا بناكل مع بعض وهكذا. صوص الليمون انا هنزل بيه بعدين خالص بعد ما اظبط الشكل والقوام بتاع الصوص بتاعي، هنزل بعصير الليمون وسلايز الليمون في قلب الخلطه ديت، بس ياخد على النار يسخن شويه واجي شايله من النار مباشره عشان ما افقدش فيتامين سي اللي موجود في الليمون. عندنا اخبار جوانح الدجاج ايه؟ زي الفل اهي، تستوي عيني، حاضر اهو، شايفين الجو ده كده الله الله، جاهزه تطلع من الزيت وهي سخنه كده تنزل على صوص الليمون. خلينا نطلع فاصل صغير، تكون جوانح الفراخ استوت وصوص الليمون الميه غليت، خدت الفليفر بتاع الروزماري شلته وخدت الفليفر بتاع الفلفل الحار وشلته، اوعى تروحوا بقيت تاوعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركية الأخيرة لعمل صوص الليمون. انتوا سامحوني النهاردة ان انا بشرح تفاصيل صغيرة مهمة جدا، لان احنا اتفقنا يوم السبت ده فقرة تدريبية تعليمية لهواة المطبخ والمبتدئين في المطبخ. المية غليت فيها روزماري فيها قرن فلفل حار وده اختياري، بس صوص الليمون يبقى فيه شوية سن سبايسي علشان ناكل منه، حلو الكلام، ونكسر طعم الليمون. المية بتغلى على النار فيها شوية ملح وشوية فلفل، نزلت بالنشا كده براحة خالص علشان ايه اخد القوام اللي حضراتكم شايفينه ده كده. والله العظيم للأمانة انا دلوقتي بشم ريحة ايه البخار اللي طالع ده، ريحة الروزماري والفلفل الحار، يعني عايز اخش جوه الطاسة وادوق الطعم ده. حلو الكلام، هنجيب طاسة تانية خالص كده ونحطها هنا وناخد اللي في الطاسة دي كده مع فرسان التلفزيون المصري والأساتذة المصورين. صل على الحبيب قلبك يطيب، كل حاجة أنا حطيتها في الطاسة كده عملت لها إيه؟ فلترة، الصوص معايا جاهز أهو. فين الليمون؟ حالاً، اصبر عليا، حلو الكلام؟ ده أنا مش عايزه، ده اللي إحنا حاطينه من شوية، يا دلعك، حلو الكلام؟ نشيل ده من هنا، خلاص. معانا عصير الليمون. خلونا نقول مدرسة هنا. عايز صوص المستردة بتحط مستردة وبس. يبقى صلصة المستردة زي ما انت حابة. عايز الباربيكيو صوص مدرسة برضو، بتحط معجون طماطم معلية كاتشب شوية مستردة بصل بودر توم بودر وهكذا. ده الباربيكيو صوص عشان لو عايزة تعملي صوصات من الأساس ده اللي أنا عملته ده، القوام ده، حلو الكلام. أنا هعمل الليمون صوص، حط عصير ليمون
بقى طعم الليمون. عينيا وهحط شرايح الليمون اهو. تاني جبت طاسة على النار، والطاسة دي حطيت فيها شوية مية وسبت المية تغلي مع عود روزماري حلو، وحطيت قرن فلفل حار عشان عايزه سبايسي شوية، بحط شوية زعتر كده اهو، بجود بقى مع صوص الليمون بتاعي، سنة بابريكا حلوة وزي شايفين ايه الجمال والحلاوة دي. انا بهدي لك طبق الدجاج ده يا غالي. ايه الجمال والحلاوة. بس خلاص اهم حاجة ننزل بجوانح الفراخ وهي سخنة، تقوم ايه هنا الانسجة بتاعتها. وخلي بالك انا مش حاطط اي تتبيلة خالص، انا الفراخ زي ما هي حطيتها في الزيت تتحمر، تطلع من الزيت كده وهي سخنة. خلاص خلص الطبق ده، نقدمه واحدة واحدة كده مع بعض. ما نخلوش يغلى على النار كتير. ونروق الدنيا كده اهو زي الفل. واحد مطبخك رايق وزي الفل وانت واقف ايه فايق اهو. نشيل ده من هنا وتعالوا نغرفه مع بعض. الطبق ده حلو جدا. اللهم صل على النبي. جوانح الفراخ بصوص الليمون مدرسة المغازي. ننزل بهنا اهو، الف هنا وشفا. اللي ياكل من الطبق ده هيدعي لي. خليها غرقانه في الصوص كده. يعني بص هتسحبيها من العظمه كده، وانا شخصيا بحب الطبق ده. شفت اي جمال والحلاوه دي؟ هو ده رؤيا فن ابداع تدريبي لهواة المطبخ، كل يوم بتشوفه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.